السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا اللينك أند كو أو 5 2023، نشوفها مع بعض. وكالعادة راح تلقون كافة تفاصيل لينك أند كو تحت بوصف الفيديو، وسعر الفئة ويانا اليوم اللي هي الهالو أعلى درجة، في درجتين، هذه الهالو 12,500 دينار كويتي. راح أحط لكم تحويل بالعملات الأجنبية الأخرى الحين راح تظهر لكم. في حال أنك ما كنت مشترك مع القناة أنصحك تشترك ليصلك إن شاء الله فيديوهات نفس هذه أول بأول، وفعل زر الجرس ليصلك التنبيهات إن نزلنا مقطع جديد. حياكم الله، مشاهدة ممتعة. طبعا كالعادة راح نأخذ جولة تصويرية عن السيارة من كل صوب ونكمل بالمواصفات بعد ذلك إن شاء الله. في البداية نبدأ بالمحرك، والمحرك يكون 2 لتر تيربو يولد 254 حصان وعزم يصل إلى 350 نيوتن متر، بتصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات، ومثل ما تشوفون فيه عندنا هوكين بالكبوت عشان يثبت لك الكبوت في السرعات العالية ما يهتز وياك الكبوت. هذه ميزة في السيارات الأوروبية، راح تشوفون أشياء واجد بالسيارات الأوروبية موجودة في السيارة هذه. والسرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيا 230 كيلومتر في الساعة. لينك أند كو أو 5، طبعا شكل مفتاح، هذا هو شكل مفتاح في بصمة اللينك أند كو. أيضا أزرار تقفل السيارة وتبطلها وتفتح الدبحة على شكل الكوبي مثل ما تشوفون. مفتاح صراحة شكله أنيق ومستوحينا من الشعار نفسه اللي موجود بالنص، راح أوريكم إياه. مثل ما تشوفون هذا هو شكل الشعار، نفس تقريبا شكل المفتاح. في البداية نتكلم عن الشركة لينك أند كو. لينك أند كو هي تقدر تقول ماركة الفخمة من سيارات جيلي. جيلي طبعا مثل ما تعرفون الشركة الصينية العملاقة، مستوحدة على سيارات جدا قوية مثل شركات الفولفو وأيضا اللوتس، الحين صارت ضمن جروب الجيلي الضخم. راح أحط لكم السيارات أو الشركات اللي صارت ضمن جروب جيلي، أهمهم فولفو ولوتس. ليش قلت الأهم اللي هو فولفو ولوتس؟ فولفو طبعا يأخذ منهم أنظمة السلامة، شاصي السيارة هذه على سبيل المثال من سيارة نفس XC40 اللي هو CMA مال البلاتفورم مال فولفو، وأيضا شركة جيلي داشة في مستثمرة في الشاصي أو المنصة هذه. ولينك أند كو من قلة الشركات اللي دشت سوق الأوروبي بشكل عام، لأن هذه أصلا اللينك أند كو الإدارة، مكتب الإدارة نفسه موجود في السويد، فيعتبر من مواصفات والمقاييس الأوروبية دشت السوق الأوروبي بكل سهولة لأنها طافت الاختبارات أو مطابقة للشروط والمواصفات اللي موجودة في السيارات الأوروبية. ولينك أند كو استفادت أيضا من خبرة لوتس في رياضة المحركات والسباقات. لينك أند كو عندهم سيارة اللي هو O3 هذيك السيدان، شاركوا فيها في حلبة نوربرغرينغ، طبعا مو هذه، واحدة ثانية راح أحط لكم صورتها. تخيلوا أنها كسرت الرقم أسرع سيدان في فترة من الفترات، واستحوذت أنها تكون أعلى أفضل سيارة أو أسرع سيارة موجودة في الحلبة. يعني عندك رياضة محركات، محركة ممتاز جدا 254 حصان وعزم ممتاز جدا أيضا، وأيضا عندك تكنولوجيا وأنظمة سلامة ماخذينها من فولفو، فتقدر تقول كأنهم حاطينهم في خلاط وخلطوهم طلعوا لكم الشركة هذه اللي هو السلامة وأيضا قوة الأداء. وفي إضاءات ترحيبية مثل ما تشوفون هنا، إذا فتحنا الليت إضاءة ترحيبية صغيرة مثل ما تشوفون فلاش، بعدين يفتح لك الليت اللي فوق الضوء النهاري. ومثل ما نشوف الإضاءات عندك الإشارات اللي فوق وأيضا الضوء الليت نفسه يكون تحت، والكشاف الضباب اللي يكون تحت عبارة عن 5 عدسات LED موجودة تحت، وأيضا الحساسات موجودة على جنب السيارة، أيضا الدليل أن السيارة فيها الصف التلقائي، والرادار موجود تحت مثل ما تشوفون باللون الأسود. القطعة هذه هي الرادار المتفاعل الذكي اللي يحدد المسافة بينك وبين السيارات اللي بالأمام.
تصميميا اشوفها صراحة جميلة، وايضا عندهم هوية مثل ما تشوفون سياراتهم كلهم نفس التصميم هذا. في ناس راح تقول هذه شوي قبيحة وشيء، بس هذه السيارة خصوصا لو تشوفها بالواقع راح تقبلها. انا اشوف انها صراحة فريدة من نوعها، مو نفس السيارات الثانية كلها تقليد وهذا، لا هذه عندها هوية تصميم مختلفة عن السيارات. وابعاد السيارة في العرض 1879 ملي متر، وطول قاعدة العجلات نقصد بقاعدة العجلات من التاير الخلفي الى التاير الامامي 2734 ملي متر. الطول الاجمالي للسيارة 4592 ملي متر. ارتفاع السيارة عن الارض 1628 ملي متر. وزن السيارة فارق 1788 كيلوغرام. والتواير تكون من جودير مقاسة 235-45-20 انش. وهذه السيارة من الخلف صراحة عندها تصميم وهوية تصميم مختلفة، لينك اند جو مسميهم ليتات الطاقة او شيء، هذول المكعبات هذه. عندك الاضاءة سيكونشل متتالية مثل ما تشوفون الاضاءة او الضوء الاشارة عفوا. عندنا ايضا الدبل اكزوز من الخلف او العوادم تكون مزدوجة. عندك نفس الديفيوزر او مشتت هواء موجود تحت، والحساسات موجودة ايضا في الاسفل. الحساسات اذا شفت اي حساس او اي سيارة فيها حساس على الجنب هنا دليل ان السيارة فيها صف تلقائي. شوفوا الميزة او التصميم الجميل اللي موجود فوق هذه الخطوط، هذه مسوينها في تصميم جميل جدا ومعطيها هوية تصميم مختلفة عن السيارات الثانية. اللي هم تفاصيل في هني اللينك اند جو شعارهم موجود على الليت نفسه. وسيارة من الخلف عندنا بصمة الـ O5 اللي هو الاصدار اللي وياك، ايضا All Wheel Drive، دفع رباعي موجود في السيارة، دفع رباعي بالكامل. تبي تفتح الدبة عندك زر البصمة اللي هني على شكل بصمة يد، تضغط هني راح تفتح الدبة وياك. ونشوف السعة الخلفية، طبعا السعة الخلفية ما عندي بالضبط كم لتر بالضبط، لكن اقدر اقول انها وسيعة ما شاء الله، فيها سعة ممتازة. عندك على اليسار هني في مكان تخزين صغير تقدر تحفظ فيه اشياء فيها ماي او شيء لانها من البلاستيك هني. ايضا عندك 12 فولت موجود، في اضاءات LED مثل ما تشوفون موجودة فوق، طبعا موجودة اضاءتين LED. وعندك نفس الشماسية هني او المظلة تقدر انك تفتحها تحطها كذي تثبتها، وما راح يكون احد يقدر يشوف الاغراض، وايضا تحجبها عن الشمس لا تاثر عليها الشمس او شيء. شوف حتى اهتمامهم بالتفاصيل موجود هني اللينك اند جو، والخطوط هذه موجوده بكل مكان اللي موجوده هني مثل ما تشوفون. طبعا تبي ترجعها فقط انك تسحب، تقدر تشيلها ايضا اذا ما تبي الشماسيه هذه. عندنا تحت حتى هني حاطين لك شعار اللينك اند جو، في هني مكان لتخزين صغير، والتحت في عده السبير وايضا الجيك وما شابه ذلك موجود كامل هنا. اكيد الدبه تسكر بشكل كهربائي، ايضا تقدر تقفل السياره على طول عن طريق الزر هذا. ونشوف اللينك اند كو O5 من الداخل. طبعا كل سنتري تدخل ذاك بدون مفتاح في حالك مقفل السياره، تجي هنا وتحط يدك فقط راح تفتح السياره للابواب بالكامل. عندك المنظرة موجودة على الباب موجودة هنا عشان تحسين انسيابية الهواء الايروداينامكس، ايضا موجود مثل ما تشوفون النقاط العمياء. وعندك الليتات ال LED موجودة مع البيانو بلاك، ايضا الكاميرات موجودة 360 درجة راح نشوفها من الداخل باذن الله. والسيارة من الداخل فيها تفاصيل جميلة جدا، عندك هذا نفس شكل الجلد يكون على شكل كرة الجولف اللي نفس طريقة الجولف أو الكرة إذا ما تشوفوا راح تكون كرة الجولف تقريبا نفس الشكل اللي موجود هنا. أيضا عندك مادة سيلفر كانها ألمنيوم شكلها جميل، الكنتارة موجود مع التطريز الأحمر، والجلد أيضا موجود المبطن مع السيلفر هذا معطيها صراحة تفاصيل جميلة جدا للداخلية. أيضا هذا الألمنيوم المصقول أو البرشت ألمنيوم موجود هنا، زين هم ما حطوا البيانو بلاك، البيانو بلاك مشاكله أنه يتزلق مع الوقت، وأيضا بسرعة أنه يطبع ويأخذ طبعات اليد. طبعا الدرايش بشكل أوتوماتيكي بالكامل لأربع درايش، وأيضا طي المناظر الخارجية عن طريق الزرين هذول راح تطوي لك المناظر الخارجية. نظام سمعي عندنا ممتاز جدا من إنفينيتي، وأيضا مكان تخزين مع إضاءات داخلية جميلة جدا موجودة. شكل مقبض الباب جميل جدا من الكروم البرونزي مثل ما تشوفون شكله جميل. حافظات مقاعد اثنين، أيضا في نفس ما تشوفون نقوش موجودة هني
صراحة شكلها جميل جدا، أيضا مكملة على شكل الطبلون الأمامي. كرسي سايق موجود بشكل كهربائي بالكامل من 8 وضعيات، أيضا كرسي الراكب الأمامي مع دعم قطنية الظهر موجودة، كلمة اللينك أند جو مضيئة. السيارة مثل ما نعرف تنصنع في الصين. عندنا الكراسي تكون سنادة الرأس مدموجة مع الكشن إيحاء أن السيارة سبورت، والباكت سيت نفس الباكت سيت، يعني السيارة فيها السيت الكشن نفسه يلمك فيه، تحس انها فيها دعم للجوانب من هني. السبورت هذا ممتاز جدا مثل ما تشوفون، في فتحة سقف ما شاء الله عملاقة كبيرة جدا موجودة في السقف. من الأشياء الممتازة جدا في السيارة العزل، عندك العزل الضوضاء موجود هني دبل جلاس مثل ما تشوفون، بينهم طبقة عازلة للضوضاء. ونشغل اللينك اند جو اوف ايت من داخل، طبعا عندك زر التشغيل موجود هني. ونشوف اللينك اند جو، عندك السكان يكون بالتطريز باللون الاحمر مثل ما تشوفون، وعلى شكل الدي شيب اللي يكون فلات من تحت يعطيك حس رياضي في السياره. ايضا الشعار يكون كلمه مو الشعار الخارجي اللي بالامام، صراحه انا مستغرب انهم ما حطوا شعارهم هنا، حاطين لك الكلمه. ايضا عندنا نفس السيلفر او البيانو بلاك موجود هنا تحت على السكان هني. عندك الأزرار هذه خاصة في مثبت السرعة، وأيضا الأوامر الصوتية والرادار متفاعل ذكي بينك وبين السيارات اللي بالأمام. راح نشوف الشاشة الوسطية بس دقائق. عندنا هني طول وتقصر على الصوت، حتى إذا طولت راح يبين عندك إنك قاعد تطول من الشاشة اللي بالنص، وأيضا الشاشة اللي موجودة هني. هني الأوامر اللي خاصة في الشاشة، وأيضا هذه خاصة في الشاشة. حساس للمطر موجود للمساحات اللي بالأمام. أيضا عندنا الإضاءات بشكل أوتوماتيكي موجودة مع كشاف ضباب أمامي وخلفي. في بادل شيفتر موجود مثل ما تشوفون في السيارة يعطيها حس رياضي. أيضا تحت على اليسار عندنا تبطل الدبة على شكل الاوف ايف مثل ما تشوفون، اهتمامهم بالتفاصيل جميل جدا. وعندنا هنا تطول وتقصر على الإضاءة الداخلية، حتى إضاءة الإضاءة الداخلية اللي هو الأمبيينت لايت أو الانتيريور لايت اللي تكون تطول عليها وتقصر عن طريق الفرار هذا. كل اختصار صراحة ممتاز جدا الحركة هذه. هذه مو فقط الشاشات وهذه، لا إضاءات الداخلية حتى يقدر يقصر عليها. شوفوا المواد ما شاء الله، الكنتارة خلينا نحط لكم على زاوية وسيعة، الكنتارة وأيضا هذا التطريز أو النقش اللي موجود، حتى فوق يكون جلد هني مطرز ما شاء الله. كل مكان تشوف فيه مواد جودتها جدا عالية. الشاشة اللي بالنص تقدر تغير فيها أشياء، مثلا تغير الثيم، حتى ثيم الشاشة نفسها راح أوريكم الثيم اللي تقدر تختاره، تحط على السيارة بعدين تضغط الزر وتروح الثيم. عندك 3 أشياء، عندك البيرسونال اللي يكون عادي شكله كذي، أو تقدر تغير مثلا السيارة بس دقيقة هذا هني، تضغط الزر ثاني مرة والثيم. في النيوتك يعني في 3 أشكال موجودة للشاشة اللي بالنص. طبعا الشاشة تهمك تطلع لك أهم المعلومات اللي تهم السائق من ناحية صرفية الوقود، وأيضا المسافة اللي راح تمشيك، وأيضا الرحلة، وأيضا التلفون في حالك مشبك الأبل كابل راح ينطع هني. النافيجيشن أيضا راح يطلع هني لاتجاهات النافيجيشن، والميديا الأصوات اللي أنت مشبكها. على اليسار عندنا الأزرار خاصة في المثبت السرعة مثل ما تشوفون هني، المتفاعل الذكي والليمتر وما شابه ذلك من أنظمة السلامة، تقدر أنك تشوفها عن طريق الشاشة بالنص. ونشوف الشاشة الوسطية مع بعض. عندنا شاشة مقاسها 12.7 إنش، جميلة جدا، استجابتها لللمس جدا ممتازة، كأنك تستخدم موبايل عادي أو تابلت. مثل ما تشوفون تفتح الصفحة اللي فوق، عندك أيضا صفحتين في حال أنك تبي تخليها مثلا في لا سمح الله تنبيهات أو شيء أو إشعارات راح تطلع لك هني. ايضا عندنا الاوتو بارك انه يصفط السياره من نفسها، تضغط هنا راح يقول لك هل تبي تطلع من الباركينج او تطلع من الموقف او تبتدش او تصفط في موقف جديد. ايضا من الاشياء الجميله في السياره انها تدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس، ما يحتاج واير ولا شيء. هذا هو الابل كار بلاي، عندك ما شاء الله الابل كار بلاي جميل جدا، واضاءته ممتازه وجوده الايقونات اللي موجوده جدا ممتازه. فيها طبعا جوجل مابس، تقدر انك تستخدم جوجل مابس تروح اي مكان في الكويت او اي مكان تبي تقدر تحطه هنا على طول يشبك تلفونك. تبي ترجع للسيستم نفسه اضغط الحين لينك اند جو. عندنا السراوند كاميرا او 360 درجه، هذه رؤيه الطار او بيرد فيو
تضغط هني تحط على مكعب هذا راح يطلع لك 360 درجة كأنه في درون بالخلف، تضغط هني تقدر انك تشوف الزوايا او حتى تقدر انك تستخدم ايدك وتروح عند اي زاوية تبيها. اذا طقيت اشارة راح يحط لك على اليمين ويطلع لك اللي في حال انه في شيء هني، طقيت اشارة يسار راح يحط لك على طول على الاشارة. ايضا من المميزات اللي موجودة في الشاشة الوسطية تقدر انك طبعا تغير الاضاءات الداخلية للسيارة. عندنا مثلا الانتيريور لايت، عندك اضاءات تقدر انك مثلا تطفي الاضاءات اللي فوق او تطفي الاضاءات اللي تحت، وحتى انك تقدر تغير الكالرز او الالوان، تقدر تحطها مع نمط القياده. في حالك حطيتها مع نمط القياده راح يحط على حسب نمط القياده، مثلا تحطه كومفورت راح يحط لك الوان هاديه، تحطه نمط القياده سبورت راح يتغير الى اللون الاحمر وهكذا. عندنا الوان، مسطره الوان ما شاء الله، يعني تستخدم اي لون تبي موجود هنا بالمسطره هذه. مو خمس الوان او ست الوان، لا عندك مسطره كامله من الالوان، والدرجات ايضا موجوده هنا تقدر تنقيها مثل ما تشوفون. صراحة ميزة جدا ممتازة وجميل جدا اختيار الألوان. أيضا من الأشياء الممتازة في السيارة أنها فيها فيها تهوية للمراتب الأمامية للسائق. نظام التكييف مفصول، درجاته مفصولة للسائق والراكب الأمامي يقدر يتحكم في نظام التكييف، وأيضا في الفلتر اللي هو 2.5 مايكرون أو اللي يعطيك فلتر ممتاز ونقي جدا للمقصورة الداخلية. نظام التكييف عندنا هنا مفصول للراكب والسائق الأمامي، تقدر أنك تعدل درجة حرارة اللي تبيها. أيضا عندنا حتى المروحة تقدر تتحكم فيها عن طريق الفرار اللي موجود على اليمين. أسفل بالنص هنا عندنا شحن وايرلس للتلفونات الذكية اللي تدعم شحن الوايرلس. هنا أزرار اختصار للتكييف تقدر تحطها بزر أوتوماتيكي، وأيضا كومبرسر والضباب الأمامي والخلفي موجود تحت. عندنا في بالنص هنا عندنا هذا الشفتر أو الجير يكون كهربائي باي واير يسمونه، مو ميكانيكي في وصله للجير نفسه، لا يكون إلكتروني كهربائي بالكامل. عندك زر البارك هنا، وأيضا درايف مود أنماط القيادة موجودة عن طريق الزر هذا راح يتغير عندك بالشاشة اللي بالنص، وأيضا في حال أنك حطيتها داينامكس راح تتغير السيارة، وأيضا الإضاءات تكون بشكل أحمر أو الثيم يتغير، السما تصير باللون الأحمر. سايد بريك يكون إلكتروني بالكامل من هنا كهربائي، ضوء الفليشر، وأيضا الأوتو هولد موجود. تطول تقصر على الصوت هذا ماخذينه من فولفو، يعني هذه من ميزات السيارات اللي تكون من شركة واحدة ياخذون من بعض، وشيء صراحة جودتها جدا جميلة من فولفو. مثل ما نعرف فولفو في المقصورة الداخلية تكون جودتها جدا ممتازة. الديكور المستخدم صراحة ذكاء منهم انهم استخدموا البرشت الالمنيوم هذا اللي مصقول الالمنيوم، ايضا هني اللي يكون كأنه باودر كوتينج او شيء ما يطبع باليد ويكون عملي جدا. شوف التفاصيل الموجودة حتى الجلد والتطريز، وأيضا الإضاءات الداخلية موجودة تحت. وفي عندنا هني اثنين حاملات كواب مثل ما تشوفون، مسكرة بشكل أنيق جدا، تفتح هني عندك اثنين حاملات كواب. الكوب اللي على اليمين هذا تقدر انك تخليه أعمق في حال انك وياك كوب أعمق يدش داخل، وفي حال انك خلصت منه تضغط هني وراح يرد الحجم الطبيعي. عندنا حامل الكرت موجود هني، وفي إضاءة داخلية مثل ما تشوفون بشكل جميل جدا. عندنا التكايل بالنص فيها هذا السيلفر او البرونزي الكروم هني، ايضا التطريز الجميل تقدر انك تقدم التكاية هذه وترجعها على راحتك. فيها اثنين يو اس بي تايب سي وتايب اي موجود داخل مثل ما تشوفون. تمنيت يكون فيها اضاءة صغيرة LED يكون افضل للرؤية في الظلام. في عندنا 12 فولت موجود داخل مثل ما تشوفون. وعندنا الدرج الداخلي، في حال انك ضغطت الزر هذا راح يفتح بشكل كهربائي. ايضا عندك نفس الفرش الداخلي الجميل اللي يكون يحافظ لك على اذا حطيت اشياء تحرك ما راح يطلع ازعاج داخل الدرج. ايضا المواد هني السويد او الكنتار موجود، الكنتارة موجودة فوق. المنظرة تكون فيها تعتيم تلقائي، وايضا تكون بدون اطار فريملس. عندك انظمة السلامة بالكامل موجودة عن طريق الحساسات اللي موجودة فوق هني. والإضاءة بالسقف تكون بشكل باللمس تفتحها مثل ما تشوفون، أفتح الإضاءة وأسكرها عن طريق الزر هذا. أيضا تقدر تفتحها بشكل يدوي هني. عندنا هني اثنين منظرة تكون فيها أكيد إضاءة، وخلنا نشوف اللينك أند جو الـ O5 من الخلف.
طبعا عندنا مواد اللي بالخلف مستخدمة نفس المواد اللي بالأمام بالضبط، هذا النقش اللي نفس كرة الجولف، أيضا الألكنتارا والجلد والبرشت ألمنيوم حتى موجود بالخلف، والسيلفر هذا أيضا موجود، أو الكروم البرونزي موجود، بصمة الانفينيتي السماعة موجودة أيضا في مكان تخزين ممتاز. عندنا الكشن بالخلف المواد نفس اللي بالأمام بالضبط، عندك الألكنتارا موجودة وأيضا الجلد والتطريز اللي باللون الأحمر. الكشنات كانك تقول باكت سيت، فيها دعم للركاب اللي بالخلف، وفي حال انك احتاجت تركب اشياء طويلة مثلا وياك، تقدر انك تسلح الكشن بشكل كامل ويصير مسطح، عندك مساحة جدا ممتازة لتحميل الاغراض. ونشوف السيارة من الخلف، عندنا بصمة اللينك اند كو موجودة على الكروم البرونزي هذا، ايضا الاضاءات موجودة فوق حتى باللمس مثل ما تشوفون، احساس بالفخامة جميل جدا. عندنا المكيف واصل بالخلف، فتحتين تكييف ما شاء الله دفعهم جدا ممتاز، ايضا عندنا اثنين شحن يكون تايب سي وتايب اي موجود تحت هنا مثل ما تشوفون. وعندنا ايضا السنادة اليد او التكاية الوسطية، فيها اثنين حاملات كواب، اكيد الايزوفكس للجهال موجود هنا مثل ما تشوفون. في نهاية المقطع أشكر شكر جزيل على متابعتك للمقطع بشكل كامل، اشترك معي بالقناة إن شاء الله ليصلك الفيديوهات بإذن الله أول بأول، ولا تفوت أي فيديو، فعل زر الجرس، وإلى مراجعة قادمة بإذن الله.